السلام عليكم مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة أينما كنتم داخل وخارج المغرب. عودة مجددة من قلب العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس. اليوم نتواجد معكم في القاعة الرياضية المغطاة المسيرة لننقل لكم بالصوت والصورة، والصورة طبعا غنية عن كل تعليق، أجواء تكريم أستاذ من العيار الثقيل، اللاعب السابق لأمل عين شبيك ومولودية البرج، الصحفي المهني المتميز السيد عبد اللطيف الشيكي، وتأبين اللاعب السابق لمولودية البرج وسكة مكناس المرحوم روان، بحضور شخصيات وازنة. مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة، لمعرفة التفاصيل لنتابع نحن وإياكم هذا الفيديو، ابقوا معنا. السلام عليكم، معكم شاكر الولجيل الكاتب العام ديال جمعية الولاء لقدماء المحاربين. فاليوم الحمد لله تمكنت الجمعية ديالنا في تنظيم حفل تكريم وتأبين، التكريم الأول لفائدة السيد عبد اللطيف الشيكي رئيس الصحيفة الوطنية للهوات، اللي عطى الكثير للصحافة المكناسية وبالخصوص برج مولاي عمر. فهذا الشخص هذا اللي لاعب سابق لمولودية برج مولاي عمر وعين شبيك، والحاصل على الماستر أو الإجازة في علم الاجتماع وما أدرك ما علم الاجتماع، وكذلك معه السيد روان الغيور على مدينة مكناس، واللاعب السابق كذلك لمولودية البرج وسكك الحديد رحمه الله اللي وفاته المنية في كورونا. فالحمد لله كما كتشوفوا القاعة مليئة بشخصيات وازنة بمدينة مكناس اللي حضرات لهاد الجوج الأشخاص. اش غنقول لكم، يعزز اللسان عن 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 التعبير. فاليوم الحمد لله ثقافة الاعتراف حلقت بعيد في مدينة مكناس في القاعة المغطاة المسيرة. فكنشكر جميع المنابر الإعلامية اللي جات غطات هذا الحفل هذا، وكنشكر صوت العدالة كذلك اللي جات ودائما كتكون مواكبنا في جميع الاحتفالات. فشكرا جزيلا، واستسمحي لما نذكر شي واحد. فاليوم العالمي للصحافة، فالصحافة هي الصوت الثاني للشعب، فهي اللي كتمثل الشعب المغربي قاطبة. فاحنا كنثقوا بالصحافة ديالنا، ودامت الصحافة في عز وافتخار وتألق. وتحية للعنصر النسوي كذلك اللي خدام في الصحافة، فتحياتي لكم واكملوا. فالمغرب محتاج لهاد لي جون وهاد الصحافة اللي كيرفعوا من الشان ديال البلاد ديالنا. فشكرا. ودوري ناجح اللي فيه صحافة وجمعية قدماء اللاعبين، وفيه منتخب نتاع اللاعبين الدولي نتاع البرج، وتنشكروا هذه الجمعية اللي قامت بهذا الدوري، والدوري المرحوم سيوين اللي عطى السير كثير للكرة في مدينة مكناس، والشيكي صحافي اللي جاي وساق طريقه صحيح. تنتمنوا له التوفيق المسار ديالو، وتنشكر هاد الناس عاوتاني اللي بذلوا هاد المجهود لإحياء هاد الذكريات، وتنتمنوا هادشي يتكرر، هادشي كله في صالح الرياضة مدينة مكناس. وشكرا. لولا الصحافة ما تكونش الرياضة، ولا ما كانتش، ولا كاينه الرياضة وما كاينش الصحافة، بحال قلتي طعام بلا ملح. إذن الصحافة الدور اللي تتلعبو دور كبير في المجتمع المدني، لا رياضي ولا ثقافي ولا مسرحي، إن الدور ديالها كبير. وتنشكرهم على المجهودات ديالهم اللي تقوموا بها والتضحيات ديالهم في جميع المناسبات، وتنتمنى التوفيق لجميع الصحافة الوطنية والدولية والعالمية. وشكرا.